شهر رمضان كل إنسان من ناحية دينية بيعتبره شهر روحاني. أول إشي شهر رمضان شهر الخير، شهر البركة، وشهر التحالف والتواد. شهر فيه تلتم العيلة، شهر فيه بيجتمعوا كل الأحباب والأصدقاء مع بعض. هي مناسبة بنستناها طول السنة. تجهيزات رمضان بالنسبة لنا على المستوى الشخصي، إحنا بنجهز مثل أغلب الناس، إنه بنجيب إنارة، بنجيب تجهيزات الأكل، هاي جميع المسلمين بيكونوا مجهزينها. حالياً إحنا إضافة، إذا بدي أقارن لبعد قبل 20 سنة خلينا نقول واليوم، التجهيزات شوية اختلفت، وكأن الحضارة إلها نوع تدخل في حياتنا في تجهيزات رمضان. زمان كان فقط تجهيزات رمضان صيام وعبادة وأكل خلينا نقول. اليوم صفت الناس تعمل حالات اجتماعية بالمشاركة مع المؤسسات والبلديات والمجالس. فإحنا على مستوى بتير مثلا، المجلس بيقوم بإنارة بعض الشوارع، بيقوم بعملية حسبة معينة للأسر اللي بتكون شوية متعففة. في شهر رمضان دائما في تحضيرات خاصة اللي الناس بتحضر لها استقبالا للشهر الفضيل. بتكون انه العيلة بتبلش تحضر في مجموعة اشياء، كيف هتستقبل الناس، كيف بدها تنظم وقتها بين السحور والفطور، شو في اكلات معينة في الموسم اللي بدهم يعملوها على حسب الانتاج الزراعي اللي موجود في المنطقة. على شكل على مستوى فردي بكون احكي مع امي شو بدنا نحضر، شو بدنا نسوي، مين بدنا نعزم. هاي السنة بالنسبة لي هي سنة نقل جديدة نوعية، لاني انا تجوزت، فهذا اول رمضان اللي راح يكون مع زوجتي، فراح يكون الموضوع مختلف عن السنين السابقة. بين الماضي والحاضر رمضان طبعا بيختلف العادات والوقت والاشياء المتاحة اللي كانت تفرق بين زمان واليوم. اليوم اكثر الناس بتهتم في الزينة كمان حوالين البيوت والاضواء والإنارة. كمان اليوم في أكثر عزايم أكثر من ما كانت على السابق. زمان كان الموضوع يقتصر على الإفطار العائلي وإفطار العيلة مع بعض وصلاة المغرب في المسجد مثلا وصلاة التراويح. زمان في رمضان ما بقوا يجهزوا ولا يحضروا، كل إشي بقى يكبى جاهز. كنا نكبى مجهزين من صيفية البندورة في الصيف، نكبة معبين كناني، نكبة مسويين سلطات في نغليها على النار، نكبة تجهيزات من أرض الواحد. بخصوص أيامنا في خلال شهر رمضان، زمان كانت عدد سكان البلد قليلة، فكنا نصلي في ما يقارب، يعني أنا لحقت هذا الشيء، في مسجد واحد. حالياً في أجواء نوعاً ما بتكون حلوة، إن الناس لأن في 4-5 مواقع الناس بتصلي فيها، صارت الناس تشوف وين في إمام صوته أحلى أو صوته يعني مناسب المناسبة، هاي المناسبة رمضان. الناس كانت تهتم وما زالت في رمضان تهتم في صلاة التراويح، إنه بتكون الصلاة اللي بيجتمعوا فيها الكبير والصغير والجد والأب والكل مع بعض. وبعد صلاة التراويح دائما بيكون في لمة للعيلة، بيقعدوا فيها العيلة مع بعض، ممكن بيكون في التسبيح أو أذكار، أو ممكن بيشاهدوا برامج معينة على التلفزيون. فهي بتكون أجواء كثير كثير حلوة. بينما في السابق في بتير ما كانش في كهرباء مثلا، فما كانش في هاي اللمة اللي تمتد لليل، فكان صلاة التراويح تخلص يخلص الفعاليات. اليوم لا، أنت بتيجي بتشوف إنه البلد عايشة بعد الإفطار، وفي كثير ناس حركة وبتيجي بتقعد في المقاهي وفي المطاعم بكت جمعات العائلية زمان أحسن من اليوم وأهدى. أنا بأحبك، بدي أجي عندك بتعشى بأسهر فيش تكاليف. اليوم إن ما كلفت شي شو كلفتيني ما بأجيك. زمان بكت الناس في احتياج الطبق، بقى عندهم شعور متبادل بين بعضهم. مثلا أنا بدي أطبخ مجدرة، جاري ما قدرتش يطبخها، بدي ابن جاري شافها
الأطعمة بين جاري وجاري. على مستوى حياتي وعائلتي في الجماعات العائلية برمضان هي إشي بالنسبة لنا كثير مقدس، كلنا بنجتمع، ما تغير الموضوع بين الماضي والحاضر. إحنا كثير في رمضان نهتم كلياتنا نكون متواجدين أنا وإخوتي وأهلي على الإفطار دائما. الجديد كمان دخل عبتير في الفترة الأخيرة أنه صار في عنا إفطارات نعملها مثلا في محلات زي المحل الموجودين جنبه، أنه الناس تطلع وتعزم عائلتها وتيجي على محل جديد. زمان كانت تقتصر على البيوت أو على أماكن تواجد العائلة، اليوم لا، ممكن الناس تيجي وتنسق في هذا المكان وتعمل إفطار جماعي مع العائلة في الطبيعة، وهذا كمان إشي جديد على بتير في السنوات القليلة الأخيرة. رمضان السنة هاي جاي غير، جاي في فصل الربيع، وهو الفصل الكثير جميل الأخضر اللي بنشوف فيه كل الأشياء الخضراء حوالينا، ولكن هو الموسم اللي بيكون نقلة نوعية بين الفترة الشتوية والصيفية للزراعة، اللي ما بيكون فيه منتجات خضرة كثيرة زي ما كان رمضان يجي في الصيف يكون فيه باذنجان بتيري وخضرة كثيرة اللي نستعملها لموائد رمضان. الموسم هذا أقل، ولكن الطبيعة أجمل وكمان درجة الحرارة بتكون أقل، فهو راح يكون رمضان مختلف. كثير ذكريات في رمضان، يعني أهم ذكريات رمضان بتكون مع رحمة الوالد لما كان موجود معنا ينتم على العيلة، هاي ذكريات ما تنسى. وفي ذكريات ثانية في رمضان لما كان مضطر أسافر على بلد أجنبي وما بعرف وقتيش ساعة الإفطار وصارت معي، اضطريت أفطر مرة في السويد كانت الساعة 11:30 بالليل عنا، وكنت مسافر من هون صايم وصلت هناك بستنى في أذان المغرب للساعة 8:00-7:30 إنه بوذن المغرب عنا، وبستنى إنه تعتم الدنيا ينزل الليل عشان نفطر، وصارت الساعة 11 بالليل أجا وقت المغرب. كان هذا أطول رمضان بصومه في حياتي، صمت حوالي أكثر من 19 ساعة. السنة هاي وخليني أقول السنتين اللي قبلها كان نوعا ما رمضان إن قليل إن نركز في الأعمال. اليوم اختلف شوي، إني صرت أقدر أشتغل حتى في رمضان، صرت أقدر الأشياء اللي اختلفت السنتين أو الثلاث سنين اللي فاتن مع السنة هاي، إن صرنا في بعض الجامعات في بتير سواء عائلية أو مؤسساتية إنها تحاول تعمل كل جماعة شيء معين لرمضان. زمان قبل 10 سنين ما كانش هذا الشيء. أنا بفكر بمنطق مختلف، إنه رمضان دائما هو شهر حلو، اللي بيختلف هو صعوبة الطقس مرات اللي بتواجهها الناس، أو كمان الظروف السياسية المحيطة فينا. لما بصير أي ظرف سياسي وبتسكر مثلا الروحة على القدس، بالنسبة للناس كثير هو إشي مهم في رمضان إن الناس تتوجه للمسجد الأقصى وتصلي فيه. زمان الناس ما كانش فيه حضارة معينة ولا كان فيه إنترنت، يدوب يشوفوا تلفزيون، فكانت الناس زمان تتجمع مع بعض وعلاقتها الاجتماعية أقوى من اليوم. اليوم صرنا شوية الإنترنت والحضارة ومشاغل الحياة تبعدنا شوي عن هاي الطقوس. إحنا قدر المستطاع كأهل بتير ظلينا نوعا ما محافظين على الجمعات الرمضانية. وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له.